الحسد هل حضرتك مؤمن بيه؟ طبعا الحسد مذكور في القراء، مش دايما، بس في حد مثلا ممكن يلفظ لفظ، انا من لفظ اكيد طبعا مذكور في القران اكيد. ده سيدنا محمد امن بيه؟ لا طبعا. بصي انا مؤمن ان الحسد ده يجي لو انسان غير مؤمن بربنا، ما يعرفش ربنا، لكن الحسد بيجي في الناس اللي هم ما اللي يعرفوا ربنا لا يوجد فيه حاجه شيء اسمها حسد، لان ده عمل من اعمال الشيطان، واعمال الشيطان لا تتم غير في الناس اللي هم بعاد عن ربنا. هي طبعا موجود بس في الناس اللي ما يعرفوش ربنا او البعاد عن ربنا، وللاسف اللي بعاد عن ربنا دلوقتي كتير جدا. حد حسدك او حسد كتير؟ ده في ناس متعايده في الحوارات دي، ده في عائلات متمكنه في الحسد عامه. يعني انت في حد معين تقول له بطل بقى كفايه حسد بقى؟ لا ما هو عارف نفسه. مين بقى؟ حد عامه من اللي هم عارفين نفسهم يقولوا ما شاء الله، بس لما يشوفوا حاجه يعجبهم. ما في الشغل اول لما بقتش فنقه عليا. هو بندور على الشغل والله، بندور. الناس فكرة ان احنا تحت القبه شيخ، ما يعرفوش اللي فعلا الواحد ده بيدور على شغل. هو اللي بيحسدك على الظاهر بس اللي قدامك، انا مش شايف حاجه، ما يعرفش اللي موجود ايه اللي فيها. الموقف اللي حصل واتاكدت ان فعلا انا محسود او في حد حسد؟ في واحد يعني الناس كلها بتقول عليه بيحسد، يعني حصل موقف قدامي يعني العربيه ماشيه ما فيش اي حاجه ووقفت ما رضتش تدوب. كنت في الشقه عندنا، كنت بعمل شغل في الشقه والدنيا باظت معايا بسبب كده. يعني ازاي بقى؟ تيجي في الوش كده، يا انت خلصت الشقه، يا انت عملت مثلا كذا كده، بتلاقي الدنيا باظت مع الواحد. تعاوير بقى مثلا، مصايب تحصل معايا بس ربنا بيسترها. جاي لهم رساله ايه الناس اللي بتحصل؟ يبعدوا من عننا بس، ولا احنا عايزينه منكم عشان كفايه احنا تعبنا اقسم بالله. لا كفايه بقى خلاص بقى. كفايه عشان تعبنا خلاص فعلا، على راي البحراء ولا في راحه ولا بالراحه، فكفايه علينا.